بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم يا جماعة عن حاجة بسيطة النهاردة، درس اسمه contains. تقدر تعرف منه العنصر بتاعك، تدور فيه على عنصر معين موجود جواه ولا لا، سواء child ليه أو grand child أو حفيد أو ابن حفيد أو لحد تحت خالص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي div اسمه main جواه div تاني، div التاني ده جواه paragraph، الباراجراف ده this is b جواه span، كل span دي مثلا this is paragraph، اللي span دي ليها id معين، id بيساوي مثلا my child. وانا جيت في الديف id main اللي هو ده، وجيت قلت له my main div dot contains، وجوه هنا احط العنصر اللي هو الاسبان. نجيب الاسبان ازاي؟ اقول له my child بيساوي document dot get element by id، واحط my child اللي هو الid بتاع الاسبان بتاعتي، وهاجي هنا اقول له my main div contain my child، واروح في الكونسول دوت لوج اشوف الفاليو اللي هتطلع. كتب لي true. true معناها انه فعلا الديف الاصلي بتاعي ده جواه span اسمها my child، الاي دي بتاعها اسمه my child. جواها دي معناه ايه؟ ان هو مش child هنا، ممكن يكون هنا، جوه هنا، جوه هنا، الى ما لا نهايه. المهم ان المين ده يحتوي على عنصر في الاطفال والاحفاد بتوعه ليه الاي دي اللي هو اسمه my child ده. ممكن بقى ساعتها مش بس انا اشيك وخلاص، لا، ممكن اقول له زي كده لو لقاه يشيله، ممكن اقول له لو لقاه يغيره، ممكن اقول له اي حاجه في الدنيا. if my main div dot contains my child معناه ان هو موجود فعلا، اطبع لي كده في الكونسول دوت لوج رساله يقول لي good مثلا، لو لقاه هيقول لي good تمام. لو لقاه بقى هعمل ايه؟ هقول له نفس القصه my main، اقول له my child ده هو لقاه خلاص، my child dot text content بيساوي change it from JavaScript، بقول له reload زي ما انتم شايفين this is change it from JavaScript. لو لقى، لو بحث بالcontent ولقى ال child my child، هيروح هو يغير التكست كونتنت بتاعته. يعني الكونتنت ده يقدر يخليك تبحث جوه الاب اللي انت فيه عن عنصر معين سواء ابن او حفيد او ابن حفيد الى ما لا نهايه، ولو لقيته تقدر بقى تستخدم كل الرولز والاوبشنز والفانكشنز اللي انت اتعلمتها في الجافا سكريبت عشان تعملها فيه. كونتينز درس بسيط وسهل لكنه مهم جدا ان شاء الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا.